يا أم الحنان مش أبويا. في إيه يا ولا؟ بابا الجديد خد مني الكرة وقطعها لي. قطع لك الكرة؟ ده نهار أمه مش فاهم. كناية يا عيال، يلا كل واحد يجيب حاجة في إيده ويجي ورايا. هو فين؟ لا إله إلا الله. تعالى لي يا بواب أنت. الدنيا ضغطت على خايف ووسعت على مدور. يا فقير يا رب يا رب يا رب. يعني يوم ما تعرف معايا صغير يطلع اهله دول اضيف كل شيء اسود الا في البطيخ ابيض. اطلع لنا لو كنت راجل. ابوي بيقول اني مش راجل. بس انا راجل غصب عنكم وما طلعش. ايه خايف من شويه نسوان وعيال؟ لا اسمح لي اللي تستهتر بيه يجرجك. وبعدين انتوا حريم، انتوا ده انتوا هوايل تتعبى في شوايل. مش هنسيبك انت كده، هتسيب حقنا. يا رب يا رب انقذني من الموقف ده وانا هصل راسي وما اعملش حاجه تزعلك. يا رب خلاص يا ولية خلاص انا نايم دلو. اسمع بقولك. هاي 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 العمود الفجري يا بنت الفجري. اسمع بقولك اطلع لنا احسن. عمود الفجري عندي مشكلة في الرابعة والخامسة خبطت فوقها بابا. اسمع بقولك. واه واه ملكة هاني ملكة فتحية بتتعاركوا مع مين؟ الافندي البواب الجديد قطع للواد الكورة. لا كله الاولاد منصور. اهو جالك اللي هيربيه. خش له يا معلم. ولاد منصور محدش يدوس لهم على الطرف. احنا نعرف نعمل ايته حاجه مع ايته حد في ايته مكان. وحط تحت ايته هدي مليون خط. هو ايه الشعرايه الصفرا دي يا معلم؟ شعرايه؟ وين ريحه البرفان الحريمي دي يا معلم؟ برفان ايه؟ لا اجمد يا محبه اجمد. مسا مسا على الشنبات اللي هتمجيها العبايات. فالح بس بره التخل في حسك وكل اياتها اياتها ايدك هيجري عليك يا اياتها النفس المطمئنة. كله نفس ضائقة الموت. اجمد يا ابو عمه. انا جامد. ها اوعى تنخ دول مرطات وانا اعرفهم. لو دخلوا هنبقى لو انت كفته وبنيه. طب نعملوا ايه؟ يجيبوا معلقة ونقفروا نفق ونخرجوا برا البلد ولا نعملوا ايه؟ لا نصبر. نصبر لحد بيته لحد ما يتعبوا. لا لحد ما يموتوا. دول ما يتعبوش. هنفضل بيه لحد ما يموتوا. يعني كان لازم تقطع الكورة بتاعت الواد. يعني وانت كان لازم تتجوز جوز فاهم دول وراس عمتي جوز. لو خيروني بين حكم الاعدام وان اتجوز مرة من دول لا خد المشنقة في باطي. اطلع لنا بتبص برا ليه؟ واحنا عصرنا في حاجة؟ انت خسرتوا ما كسبتوش. هتلاقي الاوان ده فين؟ وكمان واحدة بشعر اصفر. طب ما احنا كان شعرين اصفر وشد من الهم. اطلع لنا يا منصور. اطلع لنا احسن. افتح كويس. كنت مع مين؟ افتح بصات. هستسلم هسيب نفسي والميه هترفع. دي سكرات الموت ولا ايه؟ اجمد يا اخي اتحط في ميزان حسناتك. طب ما نرمي لهم قط يطلعوا فيه. قط ايه ده ياكلوه؟ ما ده المقصود. ما احنا عايزينهم ياكلوه يطلعوا فيه. احنا اللي قاصدين. افتح يا منصور. افتح يا منصور احسن. يعني هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده؟ من الدوشة ووجع الدماغ يا عالم يا زينة الناس. خد راحتكم. افتح افتح بقولك يا منصور. افتح يا منصور. بابا شو كيف ما الفهد بيقبص الغزالة في ناشونال جيوغرافيك. بيني وبين الموت شعر صفرا. انتصف لي. شكرا يا ابو. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.